الحقيقه قبل ما ابدا كلامي عن مباراه النهارده، لان انا عارف النهارده في ناس كتيره جدا مستنيه انا هقول ايه. بالمناسبه انا كان ممكن جدا ان انا ما اطلعش النهارده، ولكن انا اصريت ان انا اكون موجود مع حضراتكم لاسباب كثيره جدا. اولها ان انا بسقف لكل جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده، وبقول لهم شكرا جزيلا على دائما حضراتكم في ظهرنا، في ظهر لاعيبه النادي الاهلي. حضراتكم دايما في ظهر إدارة النادي الأهلي، حضراتكم دايما اللي بتدونا الثقة في كل ما هو قادم. اللي حصل النهاردة في استاد القاهرة خلاني أكون سعيد جدا. قبل ما أتكلم عن نتيجة المباراة والتعادل وإزاي الفرقة اتعادلت وكانوا كويسين ولا ما كانوش كويسين، في الأول لازم أهني جمهور النادي الأهلي وأقول لهم العادي. يعني الواحد دايما كل حلقة لازم يبدأ كلامه بأن هو يشكر جمهور النادي الأهلي واللي بيعمله جمهور النادي الأهلي علشان يوصل للاعبين ان احنا عندنا مشكله في ان احنا نفقد الدوري للسنه الثالثه على التوالي. ده مبدئيا، ودايما بقول هذه الكلمه، من حق جمهور النادي الاهلي ان هو ينتقد اداء اللاعبين كيفما شاء وكيفما اراد، ولكن في مثل كده بيقول لك ايه؟ انا ادعي على ابني واكره اللي يقول عليه امين، او اكره اللي يقول امين. هو ده المثل اللي ماشي بيه جمهور النادي الاهلي. ما ينفعش بيننا وبين بعض كده نقدر نقول واحنا وننتقد ونقول النهارده، لكن النهارده لما نيجي نتكلم عن المباراه الاول، هذا المنظر الرائع لحضراتكم دايما هو اللي بيخلي الواحد يبقى عايز يبقى متواجد في وسط جمهور النادي الاهلي، دايما بيخلي اللاعبين. بالمناسبه قبل مباراه النهارده اللاعبين كان عندهم أو جزء من اللاعبين كان عندهم شوية إحباط. كلمت طبعا بعد المباراة، عندهم سعادة كبيرة، مش سعادة ولكن عشان بس ما حدش يفهم كلامي غلط، مبسوطين باللي عمله جمهور النادي الأهلي وبوقفة جمهور النادي الأهلي. وأنا الحقيقة كان ردي واضح جدا للناس اللي أنا بكلمها، قلت لهم هو أنتوا كنتوا متخيلين إن جمهور النادي الأهلي هيعمل حاجة تانية غير كده، غير المساندة؟ من إمتى؟ امتى حصلت ان جمهور النادي الاهلي ما بيساندش؟ امتى حصلت ان جمهور النادي الاهلي لا يدعم؟ امتى حصلت ان جمهور النادي الاهلي ما بيوقفش ورا فريقه وبيكون هو السند والداعم الاول لكل ما يخص كل الفرق الرياضيه مش فريق الكره بس؟